بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور حسن محمد مطير من المملكة العربية السعودية، استشاري جراحة عامة أوعية دموية. اليوم نتكلم عن الـ ABI اللي هو ankle-brachial index pressure. ankle-brachial pressure هو ينقاس الضغط في عند الكاحل على الضغط عند المرفق. طبعا عند المرفق ناخذ اعلى ضغط، نقيس الضغط في اليد اليمنى واليد اليسرى، اعلى واحد ناخذه، بعدين نقيس الضغط في الرجل اللي نبغى نقيس فيها الـ ABI. نسبة طبعا الطبيعي يكون واحد او واحد اعلى من الواحد، يعني واحد الى حد 1.9 يعتبر طبيعي، اقل من كذا يكون في قصور في الدوره الدمويه. طبعا لما يكون اقل من 0.5 يحتاج، هذا عادة يحتاج تدخل جراحي.